فأكيد مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، وبأولى فقراتنا خصصناها لحتى تكون فقرة قانونية ونحكي عن موضوع جدا شائع بين كتير من الناس وكتير من الأشخاص ممكن يتعرضوا له من خلال حياتهم أو تعاملهم مع الأشخاص بالحياة اليومية، أو حتى ممكن كمان يتعرضوا لهذا الموضوع عن طريق الشبكة الإلكترونية. يا هايدي، صحيح يا عفاف، موضوع متشعب ومتعدد أكيد بالمجتمع. المجتمع عم نلاحظ حالات كثيره من النصب والاحتيال، ان كان هذا الشيء عم نسمعه على ارض الواقع بالحياه اليوميه من الناس اللي حوالينا او على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم القانون موجود وعم يعاقب على كثير من التفاصيل اللي ممكن يكون كثير من الناس تغفل عنها وعن اهميتها. اليوم رح نعرف كيف تعامل القانون السوري مع موضوع النصب والاحتيال، تفاصيل كثير مهمه، نحن لعند مين بنلجا، كيف ممكن نقدم الشكوى، رح نعرف اكثر مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو الاستاذ المحامي أحمد دعبول. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. خلينا بالبداية نتعرف من حضرتك على هي المشكلة النصب والاحتيال، نحن إمتى فينا نقول ونحدد بالأساس أنه نحن وقعنا بهي المشكلة وعم نتعرض لنصب واحتيال؟ على بداية نحن القانون السوري ما عرف جريمة النصب والاحتيال يعني بشكل واضح، لكن عرف الفقه والاجتهاد القضائي بأنه هي كل من حمل الغير على تسليم إهمال منقول أو غير منقول أو أسنادا تتضمن يعني تعهدا أو إبراءا باستعمال أحد وسائل حدد القانون بشكل مفصل. وهون بصير اللغط اللي بيوقع فيه العموم بشكل عام، اللي ممكن يتوقع واحد انه انا اعطاني سند اماني وما وفى لي، احيانا بتوقعوا نصب واحتيال، واحد اعطاني كثير افعال بيوصفوها على انها هي نصب واحتيال لكن هي صراحه وقانونا تخرج عن جريمه النصب والاحتيال. وهذا الشيء حدده قانون العقوبات العام بالماده 141 واللي تم الغائها بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الماده 17 اللي هي حددت الوسائل التي يتم فيها النصب والاحتيال، هي استعمال الدسائس، مقصودهم بالدسائس الغش الخداع الذي يقع به المجني عليه، يعني الشخص اللي عم بيقوم الفاعل المجرم اللي عم يرتكب جريمة النصب والاحتيال هو عم يتخذ عدة وسائل، أهم الدسائس أو مثلا تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو حسن نية، أو استعمال على سبيل المثال صفة كاذبة أو اسم مستعار. العديد من الأفعال الحديدية المادة هي تتضمن فعلا وحقيقة جريمة النصب والاحتيال، كمثلا أحيانا نلاقي نحن عندنا شخص عنده ظرف ما بيستغله المجرم، بيستغل هذا الظرف أو هو ممكن يمهد له الظرف، يعني هو يبادر، مثلا شخص ممكن يقنع آخر بشراء سيارة هيسوى ظرف معين، شخص ممكن يقنع حدا بتأمين وظيفة ما بإدارة عامة بوظيفة حكومية، هي كلياتها أسباب. لكن من شروط جريمة النصب والاحتيال هي أن يكون هناك غش وتدليس من قبل الجاني المجرم، أن يتم حكما تسليم مال منقول أو غير منقول أو أسناد، طبعا زاد عليها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بأي شيء ذا قيمة، برامج إلكترونية ذات قيمة مالية أو معلومات، هي بالعام 2022 بالموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. ومنلاحظ أن المشرع نحن بهالصدد هذا قام بتجديد العقوبات، نحن نعرف القانون العقوبات العام كانت العقوبة من 3 أشهر إلى 2 سنين، لكن بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 صارت العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وشدد العقوبة في بعض الحالات بغاية الحد من هذه الجريمة، وخاصة يعني الوضع الاقتصادي بيلعب دور كبير في انتشار هذه الجريمة، في لجوء البعض من الأشخاص لارتكاب هذه الجريمة للحصول على المنفعة المادية. يمكن دائما منقول أنه القانون لا يحمي المغفلين، ولكن اليوم كثير من الأشخاص ممكن يكونوا غافلين عن كثير تفاصيل بسيطة وفعلا يقعوا ضحية النصب والاحتيال بحياتهم. اليوم في عنا أكيد للنصب والاحتيال في أشكال عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نوضح هذا الموضوع. هلأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي زادت جريمة النصب والاحتيال بشكل غير مسبوق، وهي بسبب سهولة ارتكابها. يعني بالحالة الطبيعية كان يتم ارتكاب جريمة النصب والاحتيال عبر التعرف على الأشخاص وأخذ وقت طويل ومسايرات واجتماعات، لكن صارت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني قربت المسافات، صار إمكانية الحكي. ونحن نلاحظ يعني أحد أهم خلينا نحكي بعض الأمثلة يعني عن جريمة النصب والاحتيال هي تأمين وظائف، الإعفاء من القيام بفعل أوجب القانون، أو الوعد بالزواج، الوعد بالخطبة. يعني نحن نلاحظ كثير أحيانا بعض النساء عم ترتكب هذا الجرم، أو
رجال عم تقف عم بحسابات فيك عم بيسوي حسابات وهم عم يتواصلوا بعض الأشخاص بغية إرسال مبالغ مالية. هذا كله يندرج تحت معنى أو مفهوم النصب والاحتيال، كون المعلومات التي تم تقديمها للشخص المجني عليه هي معلومات كاذبة غير صحيحة، أو هميته بفعل معين، أو هميته بشيء معين، بتحقيق شيء معين، أدت إلى تسليم الجاني أو المجرم مبالغ مالية، قد تكون عقارات، قد تكون مركبات، قد تكون أيا كان اللي حدد القانون بنص صريح. تمام. طيب أستاذ، خلينا كمان نعرف شو هي الشروط الأساسية اللي لازم تكون موجودة ضمن الشكوى اللي أنا بدي أرفعها على شخص ما بقضية النصب والاحتيال. الأحد أهم الشروط الأساسية مثل ما حكينا اللي هي توافر الشروط لوقوع جريمة النصب والاحتيال. جريمة النصب والاحتيال هي تتكون من عدة أركان: ركن الجريمة الأساسي اللي هو تسليم المال إلى الجاني، ركن مادي، ركن معنوي، وعلاقة سببية فيما بينهما. بجريمة الاحتيال عبر الشبكة الإلكترونية لم يسجل بالقانون قصد خاص فيها، وإنما اعتبر القصد الخاص مفترض فيها كونه هي القصد العام فيها مجرد التواصل ومحاولة وحث المجني عليه إلى تسليمه مال بقصد تملك الجاني، فهو تقع جريمة النصب والاحتيال. ما شرط يكون في دليل مادي. طبعا بالنهاية، لأنه هي تحتمل الجريمة بالنهاية، خلينا نحكي نحن من وجهة نظر المشرع، هي تحتمل يعني قد تكون أحيانا افتراء شخص، إذا فور مجرد الشكوى تؤدي إلى إدانة المشكو منه، فمشكلة عظيمة. كثير أشخاص تلجأ طيب إلى شخص أخذ مني مصاري وما في دليل، أنا بدك أثبتيه، ما بصير. يعني مثلا إذا كان احتيال لا يوجد جريمة من دون دليل إلا إذا كان بروفيشنال، وقلما مثل ما بقول نحن في عنا قاعدة لا توجد جريمة كاملة. يعني إذن عبر الشبكة لابد من وجود اتصالات، لابد من وجود محادثات، لابد هاي كلها تعتبر أدلة، سكرين شوتات كل واحد ياخدها يقدمها كدليل، يعني معترف فيهم. طبعا طبعا لا، وهو شرط لما بتقدم أي شخص بشكوى، لأنه ممكن يقدم شكوى للنيابة العامة. هنتطرق نحن لموضوع آلية تقديم الشكوى في موضوع جريمة النصب والاحتيال. بيطلب منك القاضي انه انت باعتبار احتيال عبر الشبكة، وين المحادثات اللي تمت بينك وبين الشخص الجاني اللي عم ينصب عليك، بتأكد منها. طبعا هذا وحتى هذه الوثائق تلجأ او يتم عرضها الى الخبرة الفنية من قبل إدارة الأمن الجنائي او فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية او فرع الأمن الجنائي لتدقيقها عبر الجوال الذي تم التواصل من خلاله، لانه من خلال تطور التكنولوجيا الحاصل كتير في برامج صارت ممكن تساوي أو تفبرك محادثات فيك بين الأشخاص، مشان ما نصير نقع نحن تحت مسمى الافتراء. أي شخص يدعي على آخر أنا متضايقت من حدا بساوي محادثة فيك بيني وبينه، بعرضها نصب علي بمبلغ مالي. لهيك كان في عدة ضوابط حدد المشرع ليتم الإدارة بجريمة النصب والاحتيال. تمام. بعد ما تعرفنا من حضرتك عن شروط رفع الشكوى اللي هي شيء كتير أساسي بهذا الموضوع ليكون في معرفة أكثر عند الناس، خلينا نعرف شو هو جزاء النصب والاحتيال بالقانون السوري. مثل ما بداية كانت عقوبة جريمة النصب والاحتيال من 3 شهور إلى 2 سنين، وتم إلغاء هذه المادة بالعام 2011، وأصبح 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة قطص إلى 50,000 ليرة سورية. وبالعام 2022 المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية جعل العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة من 500,000 ليرة سورية إلى 1,500,000 ليرة سورية، إضافة إلى أنه شدد العقوبة في حال وقوع هذه الجريمة على أكثر من 3 أشخاص إذا تجاوز المبلغ المحتال به 1,000,000 ليرة سورية، وإذا وقع على مؤسسة أو مصرف مالي. هون شدد، وهون غاية المشرع بذلك هي الحد لخطورة الجاني والخطورة التي قد يؤديها في حال ارتكاب هذا الجرم وفق الشروط التي تم ذكرها وشدد فيها القانون. وزاد الشيء بالمرسوم تشريع رقم 1 لعام 2011 شدد العقوبة التي قد تصل الاحتقال المؤقت بغير الحد منها وتحقيق الردع العام اللي هو الشيء الأساسي اللي بيهدف القانون لتحقيقه. نحن نعرف أنه القانون يتحقق الردع الخاص عن طريق العقوبة الشخصية التي تقع على الشخص الجاني، وهناك ردع عام للأشخاص لمعرفة العقوبة الواجبة في حال تم ارتكاب هذا الجرم المحدد قانونا. تمام. رح ننتقل معك كمان على عقوبة المواد الناظمة كمان بالقانون السوري، شو ممكن تكون عقوبتها؟ حال هون القانون السوري لما حدد انه الاحتيال عبر الشبكة هو الاستيلاء على مال منقول او عقار او
برامج أو ذات ميزة إعلامية عبر الشبكة أو باستخدام منظومة معلوماتية. المنظومة المعلوماتية هنا اللي هي قد تكون من جهاز جوال إلى جهاز حاسوب إلى بي سي إلى أي جهاز إلكتروني، آيباد، تاب، كلياته يندرج تحت مفهوم المنظومة المعلوماتية. وذات الشيء شدد القانون بهالشيء وجعل العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات والغرامة حتى 1.5 مليون ليرة سورية، وشدد في حال ارتكابها حسب الظروف اللي ذكرتها من شوي. اليوم يمكن في أشكال لنصب والاحتيال مثل ما ذكرنا، إن كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى إن كانت بأمور العقارات البيع والشراء. اليوم أستاذ أحمد، شو أكثر شيء عم تلاحظوا اليوم عم يتعانوا منه الناس وعم يتعرضوا للنصب والاحتيال لحتى يكون في وعي أكثر بهذا الموضوع؟ والله اللي عم لاحظه أنا أكثر من وقوع جريمة النصب والاحتيال هو الجهل في القانون. يعني نحن كثير عنا يعني مثل الكادركم هون والقنوات الاخباريه اللي ما بتساوي برامج قانونيه، فهي يعني بتسعى لتكوين الثقافه القانونيه. لانه احنا انا بلاحظ يعني المجرم لن يتمكن من تحقيق جريمته، لن يتمكن من تحقيق جريمه النصب والاحتيال تحديدا اذا كان عند الشخص وعي قانوني وثقافه قانونيه. يعني احنا كثير انا دعاوى عم تجي لعنا على شركه سوريال مثلا، عم بيجوا انه انا شخص وعدني بتحقيق مبلغ مالي، بتحقيق ربح، بتحقيق وين، على اي اساس انت عم تدفع مبالغ ماليه؟ وللاسف صرنا بوقت نحن عم يتم دفع مبالغ ماليه كبيره جدا بمئات الملايين من دون سندات. يعني اعظم شيء ممكن يقدم لي انا شهود، استاذ انا في شهود لما دفعت له مصاري، هي دليل قانوني يعتبر، اللي هو يعتبر بين الشخصيه قانونا كاسم، لكن هذا الشيء غير كافي. انت عم تدفع مئات ملايين ليرات سوريه على انه انا راح اشتري الات ومورد، وانا راح ورد لك بضاعه، انا راح اجيب لك عقار، انا ما بصير. هي اللجوء الى رجل القانون، سواء كان محامي، سواء كان قاضي، سواء كان كاتب عدل، كشخص توثيق الفعل هذا، انت اللي عم تقوم بمشروع وثقه. عم بيتم هو برجع على السبب الى الجهل القانوني، الى صراحه التهرب الضريبي. يعني كثير اشخاص عم يلجوا عدم توثيق العقود مع الشخص الجاني اللي عم يقترح فكره، عم يستخدم ظرف موجود او عم يمهد لظرف هو بذاته. عدم توثيق هذا العقد بشكل اصولي وقانوني لدى الدوائر المختصه قانونا، كونه تستوجب ضرائب على المبالغ المذكوره، عم يؤدي الى ضياع حقه ووقوعه ضحيه جريمه نصب واحتيال. طيب استاذ، باخر كم دقيقه من وقتنا معك، اكيد كثير من المعلومات والنصائح يلي لازم نقدمها اليوم لكل المشاهدين، ان كان بتعاملاتهم اليوميه او من خلال الشبكات الالكترونيه، كثير عم نشوف عروض وظائف وشغل ودفع مصاري وقصص، واخر شيء ممكن يطلع كله كذب، وكثير من الاشخاص ممكن يكونوا بحاجه ويتعرضوا كثير لهي المشاكل ويعيشوا بوهم. اليوم ما شو اهم النصائح يلي بتقدمها؟ اولا الثقه فلتكن مفقوده صراحة. يعني صرنا بوقت يعني كلياته عم نتعامل بالثقة والثقة. لو في ثقة فعلا بيجوز ما كان في أي مشكلة قانونية، ولا يوجد محامين ولا يوجد محاكم. لو كل واحد عم يتعامل بأخلاقه بالأصول وبالدين وبالاحترام، ما رح يصير في أي مشكلة قانونية أو خلاف قانوني. لكن أن يتم توثيق كل فعل أو مشروع يتم التعامل فيه أو طرحه على شخص آخر، هو يتم توثيقه بشكل أصولي وقانوني أمام الموظف المختص، أمام المحكمة المختصة. لو كان في ضريبة معينة يجب دفعها، لأنه لحفاظ حق الطرفين هي المتعاقدين على مشروع ما. توثيق هذا الشيء لدى موظف مختص، كتابة السندات اللازمة بهذا الخصوص تحفظ حق الطرفين. وأي شخص رح يتضايق أو ينزعج أو يعلل بالوقت، فخليها تكون إشارة من قبل الشخص اللي عم يدفع المصاري أنه هذا الشخص غير صادق، لما رح يتضايق من موضوع أو يبرر أنه رح تاخذ معنا وقت، ما في داعي للاجراءات هي، هو شخص لديه نيه اجراميه. وحتى كمان يمكن في اشخاص بتلجا لمواقع التواصل ان كان الفيسبوك او الانستا، صفحات كثيره اليوم لحتى تشتري او تاخذ منها اي شيء، ولكن لما بيوصل الطلب بتكون الكواليتي غير تماما الطلب اللي كان هو طالبه الشخص. هل هذا الشيء اليوم يعاقب عليه بالقانون؟ هلا طبعا، لكن بشروط. يعني احنا لما عم يجي للاسف هو قل نادره اللي عم يلجا لها الشيء هذا. لما انا عم بقوم بالشراء عبر اي موقع الكتروني، كان رغم انه معذوره حاليا عندنا يعني، لكن عن طريق وسطاء بيتم، لكن احنا صعب تحصيل هذا الشيء. اوكي. بشروط او بسموه اتفاقيه الخصوصيه التعاقد، لما انت بدك تسجلي اكونت جديد بالموقع، بيكون هو الموقع ذاكر لك بند
انه نحن غير مسؤولين عن اي خلل ممكن يصير. يعني انت موافقه عليه سلف؟ اغلبيه الاشخاص نحن عندنا، وانا كثير عندي قضايا بخصوص هذا، فورا بيجي اتفاقيه الخصوص بينزل لاخر شيء بيحط صح موافق. عليها موافق وهذا خطا، لانه هذا ما بيضمن لك فعلا الكواليتي، قد يكون السايز الموجود، اذا حدا اخذ قطعه قد يكون هذا، لكن انت يعني دايركتلي انت موافق على الشروط هي ومتوقع يصير فيها هيك خطا. اللي زاد الطين باللي بهالموضوع هذا انه نحن بسوريا كون المواقع، يعني كان فينا نحن كمحامين مثلا نقيم دعوه قضائيه على موقع، كثير نحن بنعرف عم نتعامل هون بالشي ان على سبيل المثال، والغالبيه عم تجي يعني المواد اللي عم يتم التوصية عليها هي مغايره تماما للحقائق. هذا الشيء اللي نحن كونون سوريا بسبب العقوبات الاقتصادية الموجودة عليها محظورة من التعامل، فهو عم يتم عن طريق وسطاء. الوسطاء أنت ما فيك تقيمي دعوة عليه الوسيط، لكن هي أصولا أنت بأي دولة أخرى يعني يوجد فيها تعامل عبر المواقع أمازون علي بابا شيء أيا كان، فيك تقيمي دعوة على الموقع أنه أنا كان في لكن بشرط أساسي هو أنه يكون الشخص مطلع على البنود الأساسية ويعلم ما هي الشروط الموجودة، لأنه أغلبية الويب سايتس اللي عم تكون موجودة عم يحطوا شروط أنهم من غير مسؤولين عن أي خلال، غير مسؤولين عن أي وسيط، غير مسؤولين عن أي سمسار، فينحامين حالهم من الشكل القانوني. طيب الأشخاص يلي عم يتعرضوا اليوم لنصب واحتيال، إن كان بأمور صغيرة أو حتى كبيرة، عم توصل لعقارات وبيوت وسيارات من خلال دفع مصاري سلف وبدون أي ضمانة أو سند يثبت حقي أنا أني أنا دافع، وبعدين الشخص بيقول لي أنه أنا مالك عندي شيء، كيف نحن هون ممكن نتصرف بهي الحالة؟ أنا مثلا وثقت بشخص ما في أي دليل مادي بيني إيدي، ولا حتى ممكن يكون، خلينا نقول ما في شهود، كيف ممكن هيك يصير؟ انا رح اطرح سؤال انا معاكس، فلنقول انه شخص فعلا ما حدا ناصب عليه وادعى على اخر هو ناصب عليه ببيت، او شخص فلنقول باع سيارته قبض ثمنها ورجع راح ادعى انه انا ما قبض الثمن وهذا نصب علي. طب هل من المحق كقانون، انا هون عم بحكي بنظره مشرع كامله، انه انا ارجع خلي المشتري يدفع ثمن السياره مره ثانيه؟ ما في دليل، خلص. لهيك انا برجع لنفس الفكره قلتها، الثقافة القانونية انت وثق الشيء هذا، اكتب عقد معي شو تدفع ضريبة. لا بكتب، اغلبية العالم تكتب مثلا بالعقد الثمن متفق عليه، ليش؟ يمكن هون كثير شفنا قصص احتيال ونصب من ابن لامه او من القريبين، الاشخاص القريبين كثير من بعض وولدت الثقة بيناتهم، واكيد بالنهاية القانون لا يحمي مغفل. لا هون هلا موضوع، بس خليني اتطرق لموضوع، سواء كان بين ام وابنه، اب وابنه، بين اخين، تمام، بين زوج وزوجه، هون في عنا شيء بالقانون يسمى المانع الادبي. المانع الادبي بيحق لك انت، لو انه هو من حيث المبدا العام انا عم بحكي هلا وبخصوصيه كل دعوه او كل قضيه، يجب ان يكون هذا السند مكتوب وموثق. في حال عدم وجوده كتب، لانه الاسناد في القانون تقسم لعده انواع، عندنا اول شيء السند الرسمي، عندنا يعني السند العادي، عندنا البينه الشخصيه هي الاثبات في القانون الموجب احكام قانون البينات السوري. لكن انا في حال عدم توافر هذا الشيء، فانا فيني الجي انه انا لم اكتب عقد بيني وبين زوجتي، ممكن بيني وبين والدتي، بيني وبين ابني، المانع، لكن لا يجب اثباته، لانه يعني الحالات خلينا نسميها نحن 50-50 اللي احيانا بيكون الشخص منصوب عليه او عم ينصب حتى المجني عليه عم يدعي بانه تم النصب عليه، هو لا اخذ حقه كاملا. الشيء اللي بيحمي فعلا هو توثيق هذا الشيء بشكل رسمي، بشكل اصولي، بشكل حقيقي، كتابه الثمن، الباقي كتابته متفق مع مين كتبنا احنا الثمن متفق عليه. طبعا احيانا عم يكون باقي ثمن لحين الفراغ، عم يتم الفراغ ما عم يدفع الثمن، بالعقد هو حامي متفق عليه وتم قبض كامل الثمن، لا خلينا احنا نكتب الثمن الحقيقي، الثمن المتبقي، كل التفاصيل، انا عم احمي نفسي بجوز عم ادفع ضريبه اللي هي حق الدوله وحق المجتمع بهذا الشيء، وهي عائده لافراد الدوله، لكن بيتم تنظيمه وحمايه حقي بالدرجه الاولى. اكيد بالختام نستنتج من حضرتك انه اغلب وقوع الناس بنصب الاحتيال هي سبب منه لعدم وجود الوعي القانوني. صح. بدنا نشكرك كثير الاستاذ المحامي احمد دعبول، اهلا وسهلا ونورتنا. شكرا لك استاذ، وان شاء الله هيك يكونوا كل المشاهدين استفادوا من كل النصائح، اهلا وسهلا ان شاء الله يا رب.